1 سبتمبر احد 31 اوت سبت دونك 1 سبتمبر جينا حتى حد المدة يومين التاريخ باش يكون قبل 3 ايام من الاختتام والمسؤول له اللي هو رايد الاتصال بالممول اخر هذه اخر حاجه نقولها فين معناها تستحقينا ما نوصلش الى ما نسحقوش كيف حتى خاطر احنا باش نكتبوا حدنا احنا مش نمشيو باش نكتبوا حدنا عندي سؤال سويدة عندها سؤال باش نرجع بالنقطة نتاع الببليسيتي
اسكو الشركات ولا معناتها المصانع الموجودين في رواد مستحقين الببليسيتي نتاعنا احنا؟ ما نحن حاطين البوسيبيليتي هي كان هو ما عندناش حل اخر، نحن شنو نعملوا ببليسيتي وحاطين معاهم شنو تكريم على اسمه هو بالببليسيتي هذاك ينجم معناها يطلع اسمه معاه باش نحطوا له نحن قلنا اساميهم معانا في المنتج في الفستيفال نقولوا باش نحط لهم اساميهم معانا اللي هما راهم شيخ وعاملوا الحاجه هذيك فهمتي هو باش يلقى فلوس الروح معناها لكن بعيد شوفوا اللي تعرفوا في شركات عزيز ما تعطيش بظهرك من جوان سبتمبر حتى جوان العام الجاي من جوان الاول نحيه جوان الاول العام الجاي من جوان Hey, yeah.
مثلا حمى برا حط هيلي اكتب هيلي اكتب هيلي غادي حمى باش نقول الحمى شكون كريستال باش نقول الريان باش نقول شكون مش انا بلد عندي بيزافي شكون نحاسب مش البلديه نحب نقول لهم لو عندي خمسه اشخاص مسؤولين على هذا مش واحد ودور واحد اللي يتصرف في شكون ومن بعد عايزك يجي يكلم حمى يلقاه ما يعدي في الباك ولا سافوار عليه شنو عنده فهمت ما ضحكش الموضوع والله العظيم مهم راه أما خطيط والكلاميفيكاسيون متاع الأروى تخطيط الكلاميفيكاسيون متاع الحاجات تقولت كل تفصيلة كل ديتاي نقرأ وحسابه يا ربي كي نقرأ وحساب كل ديتاي يا ربي نخ في حالة النظافة في حالة الحمراء ايه؟ ربي عملنا صحيح اه كاي تحت حاليا عويتك من الصفات نفسه شي تركتوا ببعضك يعني هذا مش نعطيهم لك المونتاج مش فاتوره فاتوره حاليه فاتوره عندي عند البريميري أبار إنه مش نخدم مساقات حاجتي بديزاينر شكون مش يعمل ديزاين أنا عمي يخل أوكي اللي بعد وين أي سلاح أه لا معايا تكتب لي حمى لهنا ما عادش نحكي مع عزيز على حسب النظر. ايه نحكي مع حمى. تكتب لي حمى وقالوا انا ما عادش كنت احكي في المسؤول. ايه تكتب لي حمى تعرفوا معناها مش معناها معناها فما حاجات يعني مثلا في حمله نظافه نجم حمى يقول ذاك انتم مثلا لموا حاجات هذيك كنت نجم اروى تقول مش ليه يقولوا هي حمى يقسموا جروب يلموا حاجه هذيك واروى نجم يزيد الجروب اللي باش ينظف نجم يقسم باش ما نخسروش برشا معناها عبيد مش ما نخسروش ما نخسروش برشا وقت اخاطر نجم تعمل حل في كل حمى مثل عنده 10 هو 10 بالناس خاطر هو يحط 5 5 5 5 اي هو حتى دو جروب يعني هو بالنسبه للوحده هي حتى دو فيزافي قولوا هي حمى مسؤول حتى 5 5 كل 5 في الجروب هذيك وفي واحد اخر مسؤول حطه حمى اللي هو حمى مسؤول يسال على الحاجه هذيك الكل هذاك اللي حبيت نوصله ايه ولا اللي حبيت نوصله هو بلا عماد هو قلنا مسؤول واحد ليه بالدرجه هذيك وهو يخص المسؤولين تحته فهمت هذيك اللي حبيت نوصله عزيز هو مفترينا لا عطيتهم هما جروب تاعنا ضار مسؤول عليه هو كل نشاط عليه مسؤول كل نشاط كيما عملنا احنا في الفستيفال كل نشاط عليه مسؤول وين قلت لك انا مسؤول عليه كل شيء عزيز ما نحب نوصل الى مقدر علاش وافقت عليها ما لحموا وقالوا خاطر انا ما نسيت المناحده نتاع ايميليا قالت اللي هي اصح خطونا معك شريك بشي بشي يزيد الغرب حد يجي هاي ركزوا بيعمل نشاط عن المعلقة ألف معلقة
يرجعني له المرة اللي بعد على فاست السين واش ديهم شي قبلوا لين فيعرف ديجا ناقش حكي معاه يعني وقت يمشي راه هذايا واش دي نتاع الموفمنت فهمت مش كيما يمشي له رين اول مرة مازال لازم ياخذ معاه وقت باش يحكي له هو شكون شنو يعمل وكل عملية تعرف بين اي شخص واي شخص سافا بروندر دو تون دونك واش دي كتب العام سافا باهي مش هو ساهم وليس كتب العام خاطر انا فما المشكلة ديجا ما يعني طولت سني شوي فما مش مناسب وسام لهنا اوكي في مرسي انا مركز تحكيو عليك هذا سنة فات مش كيما مركز الحرس كيما علاجني بركز شوف معك سنة فات نجم يكون الشخص الخطا فهمت فما واحد ذبح له مركز يخاف ليه معناها من ربي يا كيكا سبحانه وصار تقبل كما شكون شايف فلوس ترين مش شرمه كيكا ما عندها شيء جوا البيت هذيك هول يعني نحب نقول عملية اختيار الأشخاص في مهام راهي ماذا بينا نقرأ وحسب بالضبط أنا أحنا ماشيين مثلا مش نقابلو مثلا جينا فرتوا معلش مفهوم أما المهم أحنا في اللي زكتون حطيناهم وزارة شباب الرياضة ما تقولش الرياضة هكا ولا المندوبية هي اللي اخترناها المندوبية اللي اخترناها أحنا اليوم تبدل وزير الشباب الرياضة مش تبدل هو الأكيد مش تبدل مندوبين بعض جيو مثلا نشوف المندوب اللي جاي هو هما اللي يكونوا مسؤولين من الرياضه وكل نلقاه كوارش يخدي مثلا واحد كان في الكوره كان شاد جمعيه من الجمعيات نبعثوا له يوسف خاطر في الترجي يمشي يوسف ديجا فما بيست فهمت يعني هذه هي العمليه اختار شخص اكس المناسب في يجري فلان والله مش حاجتنا بال المعتمدين المعتمدة شنو تعمل لما قرات دروا الأصل الفكرة تبع حد قادر كل واحد حد أرتيست كل واحد
كانت ممثلة. إيه فوالا أنا معاك الاختيار تبقى جوست قاعدة تقول راهو عملية اختيار راهي الأفضل تكتكوها قبل. عنا نحن ما ندوب الثقافة ممثلة على باز. إيليك بحت من عمران. بحت فوق تعرف المسرح فرنت. فهميني يعني دوك هذاك ديما يأسس إنه تكون اللقاء ولا كل فيه أكثر تجربة. إحنا عملنا قبل مندوب الثقافة قبل كانت تقرأ في تسمع دكتورة في التراث. بعتنا أماني تقرأ تعمل دكتورة في التراث. سيبت فهمين جونا به كانت فهيدا. به جميل جدا أوكي. قداش ميزانية بتاعكم دوم؟ مليون. مليون. نشاط لول شنو؟ عاودنا. معلقة واحدة بالفين هذاك وقت نكملوا هو اللي باش نحطوا فيه الايام اللي هذوما فينا بعد وقت نقولوا احنا 5 سبتمبر نبداو 1 سبتمبر وكل انتوما فتاو عقب سيك اللي من التريس عندنا بروجي روز ديجا مازلنا عندنا فيه نهار الاخر شكون باش نقبلوا جديد وشكون باش نغش قبل ومعنا تنقيلة من لوكا ديجا احنا لهنا تبقى باش نكملوا ننظفوا كل شيء كل حاجه قداش تاخذ وقت وكل واحد نرجع للقرايه بعد نعمل ريونيون هكايا كل كبيرة جينيرال هاي باش نبداو وقت نختارو الوقت المناسب للديكونسمون مع الأكاديمي زادا عقد الأكاديمي ونفهمو في الأكاديمي شكون باش يعمل حاجة على الباركور دونك بلا سويت أون أفرود اتفقنا صحابي ملتقانا في سيسيون جاية بعد جمعة إن شاء الله نحكي على الفيديوهية هذايا أبارني عندكم ديجا وشكرا.